بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجاء يا مرتجى يا جامع يا جمال يا جلال يا ذا المن يا والي يا رافع يا جمال يا جلال يا حي يا قيوم يا أول يا جمال يا جلال يا سيد يا قدير يا ذارئ يا جمال يا جلال يا معز يا مذل يا حافظ يا جمال يا جلال يا أعلى يا ولي يا مولى يا جمال يا جلال يا مقيت يا عدل يا وكيل يا جمال يا جلال يا صبور يا غياث يا فاطر يا جمال يا جلال يا كافي يا شافي يا وفي يا جمال يا جلال يا عاصم يا قاسم يا قاسم يا جمال يا جلال يا حكم يا حكيم يا لطيف يا جمال يا جلال يا رشيد يا مرشد يا نصير يا جمال يا جلال يا رب يا حق يا ماجد يا واجد يا جمال يا جلال يا موسع يا واسع يا عطوف يا جمال يا جلال رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال ربكم ادعوني يستجب لكم بسم الله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولو أن
إن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا الله يا الله يا الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وعينك أن تصلي على محمد وآله وأن تقضي الدين وأن توسع رزقي. اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك يسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة. يا رجاء يا مرتجى يا جامع يا جمال يا جلال يا ذا المن يا والي يا رافع يا جمال يا جلال يا حي يا قيوم يا أول يا جمال يا جلال يا سيد يا قدير يا ذارئ يا جمال يا جلال يا معز يا مذل يا حافظ يا جمال يا جلال يا أعلى يا ولي يا مولى يا جمال يا جلال يا مقيت يا عدل يا وكيل يا جمال يا جلال يا صبور يا غياث يا فاطر يا جمال يا جلال يا كافي يا شافي يا وفي يا جمال يا جلال يا عاصم يا قاسم يا قاسم يا جمال يا جلال يا حكم يا حكيم يا لطيف يا جمال يا جلال يا رشيد يا مرشد يا نصير يا جمال يا جلال يا رب يا حق يا ماجد يا واجد يا جمال يا جلال يا موسع يا واسع يا عطوف يا جمال يا جلال ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. بسم الله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
فوقاه الله سيئات ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء شاء الله وإن كره الناس. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين. حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا الله يا الله يا الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وعينك أن تصلي على محمد وآله، وأن تقضي الدين، وأن توسع رزقي. اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك يسر لي من التجارة، أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة.